المباراه. اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. بقي على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ أوه، شيء غير عادي يا جماعة. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في فرصة يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. بمبدأ الأمان يعود بالكرة رودريغيز، ألفاريز، مورينو، لمسة إلى الهجوم، وستكون هنا رمية تماس. يتقدم بقوة بدنية كبيرة لوزانو، رودريغيز، سانشيز، مونتيز، هيريرا، جالاردو، كرة خطيرة على اليسار، فيغا، جالاردو يستلم الكرة من الخلف، ضربة راسية في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. وين سموري حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. مارسيلو مورينو كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. سانشيز، رودريغيز، ألفاريز، لمسة على اليسار، كرة طولية إلى الأمام، تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. متقدم، نعم، تسلل موجود، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة، يرسل كرة إلى الأمام، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. سانشيز، ألفاريز، يلعب كرة على اليسار، هيريرا،
جالاردو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، وعرضية يبعدون العرضية. مارسيلو مورينو بدون مخاطرة يعود بالكرة. مارسيلو مورينو سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. هيريرا، مونتيس، ألفاريز، جالاردو، هيريرا. بداية مبشرة ورتم سريع في هذه المباراة. هيريرا، جالاردو، هيريرا، عدت الكرة ولم يتماس. يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. فيجا، يتواصل اللاعب برمية التماس. ألفاريز، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. لوزانو، ركنية قصيرة. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. هيريرا، رودريغيز، سانشيز، يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة رأسية، لم يتعامل معها بشكل جيد. ويلس موني حاول بضربة رأسية لكن غاب عنها التركيز، بالتأكيد يلوم نفسه بعض الشيء على ضياع هذه الفرصة. يستعيدها ألفاريز، هيريرا، تعادل بدون أهداف مستمر. جالاردو، مورينو، ألفاريز، سانشيز، لوزانو، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يلعبون ركنية قصيرة. رودريغيز، فاتت ومرت وصلت إليه. فيجا، قد تكون هذه فرصتهم. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي.
بوليفيا يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطة. تسديدة من أول لمسة، الكرة للأمام، لوزانو فونيس موري، لمسة على اليسار، هجمة مرتدة الآن، فونيس موري ضغط قوي وينجح في استعادتها، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يجرب التسديد مرة أخرى، الآن محاولة لرد الخطورة. هذه هي كرة القدم، مارسيلو مورينو، الله على هذه المهارة، مرور غير عادي، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. لوزانو يتعثر ويفقد توازنه، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. 1-2 جميل، هنا كرة أرضية، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. سرعة غير عادية ودقة في التمرير، يلعبها في المساحة في المكان الخالي. لوزانو، كرة أرضية للقائم الثاني، وأرضية، كرة رأسية، تدرب جميل الكرة لصالح المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. الهجومية في المرور ولعب الكرة العرضية، لكن الدفاع هنا كان ضعيف بصراحة بعض الشيء. لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها، دفاع كانت له الأفضلية. رودريغيز، يعاني في هذه المباراة خصوصا عند التمرير كثير من التمريرات الخاطئة في مباراة اليوم. جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين، تصويبة على المرمى، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. تشتيت ناجح للكرة، يلعب كرة بينية، دفاع رائع
جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. مونتيز يبعدها، يفضل العودة بالكرة، اعتراف رائع للكرة. سانشيز، مونتيز، ألفاريز، فيغا، مهارة غير عادية بالكرة، يا لها من قوة، يا لها من مهارة عالية، يلعبها إلى داخل، ضربة رأسية، التسديدة الثانية هنا. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. مونتيز يلعبها قصيرة، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، خلص الكرة، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، مرت الكرة ويعود بالكرة إلى الوراء. ألفاريز، تغيير لاعب على الأجناب، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، مرت الكرة بشكل جميل، يلعب الكرة إلى الوراء. ألفاريز يستعيد الكرة بعد ضغط قوي، والآن فرصة للتحول للهجوم، ممتاز في التمرير. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، كرة على اليسار، يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني، مورينو قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع، يبعدها عن مناطق الخطورة، ثم كرة عرض، كرة رأسية، بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. تجاوز ولعب كرة عرضية كان يمكن تفاديها، لكن الدفاع لديه مشاكل في مباراة اليوم، بعض المواقف تؤكد لك ذلك. كرة للمنطقة الأمامية، رودريغيز، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، سانشيز، لوزانو يستقبلها في وضعية جيدة، مهارة كبيرة في الاستلام، هيريرا كان في موقع جيد حقا. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة، فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. كرة إلى الأمام، دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية، اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا.
يلعبها على طرف الملعب. لوزانو لوزانو يلعبها طوليا. لوزانو على الطرف جاهز لاستلام الكرة، يبعد الكرة إلى بر الأمام، تعود الكرة بسرعة، عدت الكرة، لمسة بينية. موقف صعب الآن، يحاول أن يلعب كرة بينية، يشتت الكرة بعيدا، لمسة على اليسار، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. جالاردو كرة من جهة اليمين، هيريرا جالاردو هيريرا الفاريس تغيير اللعب على الأجناب، بينية رائعة والعرضية، ضربة رأسية، كرة بعيدة عن المرمى، رغم الرقابة الكبيرة نجح في المرور، نجح في محاولته في أن يتجاوز الدفاع، لكن في الأخير الفرصة لم تكتمل. جالاردو فيجا هيريرا جالاردو مونتيس يستعيدها رودريغيز، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. رودريغيز لوزانو هيريرا يلعبها على طرف الملعب، عرضية ملعوبة إلى القائم البعيد، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، يلعبها في المساحة، رودريغيز سانشيز بينية جميلة، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، كرة إلى الأمام، يلعب كرة للجانب الأيمن، عدت الكرة،
كرة تعود إلى منتصف الملعب، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. رمية جانبية، يتواصل اللاعب برمية تماس، لوزانو، مونتيز، سانشيز، مورينو، لمسة على اليسار، كرة طويلة بعيدة جدا، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. بوليفيا يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. هيريرا، وانتو جميل، استلام جميل الكرة، هيريرا، يرفعها داخل الثمة، كرة راسية، يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. ألفاريز، كرة طولية في المساحة الخالية، عرضية داخل، فوليس موري، محاولة جيدة لكن الهدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة، يلعب كرة طويلة، رودريغيز لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة، يلعبها طولية، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته، نعم. مارسيلو مورينو كانت أمامه فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا. سانشيز، كل فريق يعبر عن نفسه من البداية، مرحلة جس النبض من الفريقين، كل فريق بدأ بشكل حذر، يدخل في المباراة تدريجيا، لا أحد يريد أن يغامر من البداية ويجد نفسه بعد ذلك في موقف صعب إذا ترك مساحاته وارتكب خطأ. يسعى اللعبها مباشرة إلى الأمام، لوزانو، لوزانو يخترق من جهة اليمين، تحكم غير عادي بالكرة، فوليس موري، رودريغيز يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب،
لوزانو، مهارة كبيرة في الاستلام، كرة عرضية، يلعب الكرة إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. رودريغيز، لوزانو، لوزانو يحاول لا يضيع هذا الجهد الكبير، استغلال هذه الفرصة، والكرة تجاوزت الخط هنا. رودريغيز، فرصة للتسديد، الكرة إلى خارج المرمى. لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. يلعبها على طرف الملعب، لمسة في المساحة الخالية، ضربة رأسية. رودريغيز، مارسيلو مورينو، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، كرة عرضية، قراءة ممتازة وقطع للكرة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. لمسة بينية، يبعد الكرة عن مناطقه، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة، هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب كرة على اليسار، يا سلام على المهارة، الكرة الجم فيجا، فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يلعب رمية التماس، يحاول تمريرها من بين المدافعين، مارسيلو مورينو سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، مونتيز شتت الكرة بعيدا، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، تحكم رائع في الكرة، رغم الفرص على المرمى من الطرفين النتيجة لا زالت سلبية، كل فريق يحاول أن يقدم أفضل ما يملك في الملعب، يقترب من التسجيل، لكن تبقى الخطوة الأخيرة لا زالت ناقصة من الطرفين حتى الآن. يلعب كرة طولية،
الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. كرة إلى الأمام، كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. رودريغيز، سانشيز، لوزانو يستقبلها في وضعية جيدة. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. والآن فرصة للتحول الهجوم. مونتيز تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. فيغا يخترق من اليسار. هيريرا، فيغا تحكم غير عادي بالكرة. ضربة راسية، موجود إبعاد الكرة. هيريرا، فونيس موري تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. تسديد الكرة وهي في الهواء. ملعوبة قصيرة من مونتيز. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. ألفاريز يلعبها على اليمين. جالاردو، هيريرا، جالاردو يستلم الكرة من الخلف. يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. يلعب كرة على اليسار، يلعب العرضية، حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ لمسة على اليسار، فيغا. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة عرضية داخل ال 18. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. لوزانو يجرب التسديد مرة أخرى. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. الآن محاولة لرد الخطورة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. لوزانو يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية.
مورينو. بوليفيا يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطقه. خطة تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. رودريغيز، لوزانو، يرسل كرة إلى الأمام. سانشيز يتدخل في الوقت المناسب. جالاردو، لوزانو، مستوى مميز على أرضية الملعب، أداء ثابت وغير مهزوز، إبداع، فنيات كبيرة، استحواذ على الكرة، سيطرة واضحة وخلق فرص. يلعب كرة طولية إلى الأمام. مرة مارسيلو مورينو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ويسدد. ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي، انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. الكرة ينجح في المرور، كرة عرضية، لم ينجح في إرسال الكرة العرضية. بإمكانه إبعاد الكرة، يستعيد الكرة بشكل سريع. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة طولية في المساحة الخالية. الآن الكرة إلى ضربة ركنية. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. عدت الكرة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. جدار عازل أمام المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. تدخل في توقيت حاسم، يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. جالاردو، بيريرا يلعبها في الجهات المقابلة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. بيريرا جالاردو، كرة طولية إلى الأمام. بيريرا، كرة طويلة إلى الأمام. دفاع منظم هنا وتحرك وتمركز بشكل رائع. يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. هيريرا، فيغا، ألفاريز،
خسر المواجهة أمام خصمه، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. فاتت ومرت وصلت إليه، لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس السعداء. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. تغيير لاعب على الأجناب يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. رودريغيز، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. فونيس موري، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. يلعبها طولية، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. هيريرا، جالاردو، فيغا، والعرضية، الكرة طويلة جدا، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. رودريغيز يلعبها على طرف الملعب، تلعب كرة عرضية، كرة رأسية، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. رودريغيز، هيريرا، لمسة على اليسار، فيغا يستقبلها في وضعية جيدة، مر بكل سهولة، عرضية لا تمر، تخرج إلى ركنية. مونتيز يلعب كرة قصيرة، كرة عرضية، يخلص الكرة عن مناطق الخطر. ألفاريز يلعب كرة على اليسار، كرة بالعرض، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. جالاردو يحاول تمريرها من بين المدافعين. والكرة العرضية، يبعدها عن مناطق الخطورة. لوزانو، مهارة كبيرة في الاستلام، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. لمسة على اليسار، مارسيلو مورينو، الآن إمكانية المرتدة. مونتيز، كثيرة كانت المحاولات لكن غابت الأهداف عن هذه المباراة. عموما مباراة مثيرة رغم التعادل السلبي. فيغا، جالاردو، رودريغيز، سانشيز، سانشيز في كرة خطيرة إلى الأمام، يا لعيب، كرة جميلة هنا، رودريغيز، مارسيلو مورينو، رودريغيز، مارسيلو مورينو يلعب كرة على اليسار، الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم،
حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يلعب كرة بينية. فيجا هدف المكسيك. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات. لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. عمل جماعي رائع من هذا الفريق ساعدهم الأداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. نتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يبعثر أوراق المجموعة. لوزانو. وصلت إليه. لوزانو. تمريرة جميلة. مارسيلو مورينو. لوزانو. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. هنا تغيير لعب بشكل جميل. الكرة ملعوبة من مسافة. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. فيجا. مطلوب منهم الكثير من الجهد للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة في الوقت المناسب. يتدخل. تغيير لاعب على الأجناب. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. كرة من جهة اليمين. إمكانية مرتدة الآن. فيجا يخلص الكرة عن مناطق الخطر. يرفعها داخل ال 18. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. سانشيز. هيريرا. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. جالاردو. فيجا. محاولة من جهة اليسار. هيريرا. فيجا. هيريرا. بينية جميلة. الكرة داخل منطقة الجزاء. يبعد الكرة إلى بر الأمان. رودريغيز. ألفاريز. يلعبها على طرف الملعب. رودريغيز يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. لم يكن إيجابية في الكرة الأخيرة. تأخر كثيرا في التمرير حتى فقد الكرة. فريق تقريبا اعتقد انها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم.
سانشيز. تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق لوزانو. الكرة ملعوبة عرضية، يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. تمريرة طولية إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. هيريرا الآن يغير اتجاه اللعب للجانب الآخر. أوه، تدخل جميل واعتراف أجمل. يلعبها إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يعود بالكرة وسط الملعب، يسيطر على الكرة، تصويب على المرمى. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. لمسة بينية فاتت ومرت وصلت إليه. لوزانو حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة. كان من الأفضل أن يركز على التسديد. احتكاك بل، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. بدون خطورة تذكر، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. مونتيز وتشتيت ناجح الكرة. جالاردو هل يستطيع الحفاظ على هذا النهج حتى نهاية المباراة؟ صعب جدا في رأيي على المدرب أن يكون حذر في الدقائق القادمة. جالاردو، هيريرا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى ألفاريز. رودريغيز، سانشيز يحاول أن يلعب كرة بينية، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يخلص الكرة عن مناطق الخطر، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين، يلعب كرة للجانب الأيمن. ألفاريز يمر بشكل رائع، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. هيريرا، رودريغيز، والآن فرصة موجودة. لوزانو يستلم الكرة من الخلف، يلعبوها للأمام. كرة كانت خطيرة جدا لك. سانشيز على تنفيذ الخطأ.
نجحوا في تخليص كل الكرات. تمريرة مرة أخرى للوسط. رودريغيز، سانشيز، لوزانو، ضغط قوي وينجح في استعادتها. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. فيغا، جالاردو، هيريرا، هيريرا، جالاردو، فيغا يستقبلها في وضعية جيدة. يشتتها بعيدا، وستكون هنا رمية تماس. استلام جميل الكرة عرضية. مارسيلو مورينو، فرصة هجوم معاكس. يلعب كرة على اليسار. يعود بالكرة للوراء، يلعب الكرة إلى الوراء. هذا هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب بدون شك. واضح النهج الجديد في الهجوم. الأمور تصبح مثيرة الآن. مونتيز يلعبها قصيرة. المكسيك ممكن يستغل هذه الفرصة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. يمر ويلعب كرة بينية. تحكم رائع في الكرة. يلعبها إلى داخل الـ18. التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة، من سيستلم هذه يجرب حبة بالتسديد. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. ركنية قصيرة. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. فيغا يفضل العودة بالكرة. هيريرا، فيغا، جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. فيغا، هيريرا، رودريغيز، سانشيز، ثم الكرة العرضية. المكسيك ما زال يحاول هجوميا رغم أنه متقدم في النتيجة. هذا يبرز شخصية الفريق وأفكار المدرب.
كان عليه قوي جدا. كرة طولية إلى الأمام. فيغا. تلعب الكرة إلى الأمام. بوليفيا مستعجل بعض الشيء أمام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. تجاوز رائع بالكرة. لمسة على اليسار. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة بهدوء وكثير من العزم. يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. تشتيت الكرة. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة. ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. يلعبها في المساحة. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تجاوز بمهارة غير عادية. ها هو ينطلق. لعبة جميلة هنا. عرضية داخل الـ18. موجود لإبعاد الكرة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. فيغا. المكسيك متقدمين 1-0 ويحاولون الحفاظ على هذه النتيجة. الله ما أروعك. صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. كرة طولية مباشرة للأمام. رودريغيز. لوزانو. لوزانو يستلم الكرة من الخلف. الحكم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة. فيغا. جالاردو يستقبلها في وضعية جيدة. هيريرا. ألفاريز. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ لمسة إلى الهجوم. المكسيك يحاول استهلاك الوقت المتبقي هنا. جالاردو. هيريرا. كرة طولية إلى الأمام. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل.
اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. لا يجازف، يحاول الحفاظ على الكرة حتى النهاية. ممتاز في التمرير والكرة. أوه، مهارة غير عادية بالكرة. صافرة، ماذا قرر الحكم؟ الآن مع فرصة للتسليم من منطقة الجزاء. توتر كبير جدا من اللاعبين اللي يعترضون على قرار الحكم، لكن في الأخير الحكم احتسب ركلة جزاء وهو قرار لا رجعة فيه. لم يكن هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها. هكذا تكون ضربات الجزاء والأفلا. صعب جدا على الحارس أن يصد مثل هذه الكرات. لعبة في منتهى الروعة. المكسيك يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كرة طولية إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. فيغا لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. لمسة على اليسار. جميل في اللقطة الأخيرة. يلعبها على اليمين. اللاعب يستلم الكرة. لوزانو. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. فريق غير حاضر ذهنيا، كثير من التمريرات الخاطئة. هيريرا. ألفاريز. سانشيز. لوزانو يستلم الكرة من الخلف. سانشيز تلعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة داخل الصندوق. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. هيريرا. جالاردو. فيغا. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بمبدأ الأمان يعود بالكرة، يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. هيريرا.
هيريرا، ألفاريز، سانشيز، لوزانو. هدف في توقيت مثالي في بداية الشوط الثاني لأخذ الأفضلية، وهذا أفضل وقت ممكن للتسجيل. الآن راح يكتسب ثقة أكبر ويضع الضغط كله على منافسه في الملعب. الكرة ملعوبة من مسافة، سانشيز، ألفاريز، هيريرا، هيريرا يلعبها طولية. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. مارسيلو مورينو سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. يلعب كرة على اليسار، مورينو، هيريرا، جالاردو، هيريرا، هيريرا، رودريغيز، لوزانو. يحاول أن يلعب كرة بينية، والكرة ضربة رأسية. يا لها من كرة ويا لها من خطورة ويا له من سوحة، فالكرة تعود من القائم. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. وين سموري، تمريرة جميلة تخترق الدفاع. ألفاريز، لوزانو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب كرة عرضية، تعاملوا مع العرضية بشكل جيد. فرصة هجوم معاكس، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يرسل كرة إلى الأمام، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. سانشيز، لوزانو، بينية تمر، والكرة تجاوزت الخط هنا. يمر ويلعب كرة بينية، رمية جانبية. إذن يبعد الكرة بعيدة عن المرمى. لوزانو يلعبها لمنطقة الخطر، هجمة مرتدة الآن، وفيجا. كرة بعيدة جدا وخارج المرمى. المكسيك قادرين على خلق المشاكل من خلال مرتدات سريعة كهذه، وأكيد أنه أمر مبهر جدا أن ترى فريق يتحول من الدفاع للهجوم بهذه السرعة الكبيرة. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة.
يقدمها الجول كيبر. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. فاتت ومرت وصلت إليه، يفقد الكرة تحت الضغط، نقل الكرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس السعداء. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. سانشيز، هيريرا، لمسة على اليسار، جالاردو، هيريرا، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يفضل العودة بالكرة. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. حصلوا على رمية جانبية. مارسيلو مورينو، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. مورينو، فيغا، جالاردو، فيغا، حكم يحتسب رمية جانبية. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها. دفاع كانت له الأفضلية. جالاردو بدون مخاطرة يعود بالكرة. هيريرا، فيغا، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعب كرة على اليسار. الآن فرصتهم للمرتدة. يبحث عن زميله، يبعد الكرة إلى بر الأمان. هيريرا، هيريرا، شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. هيريرا، جالاردو، ألفاريز، جالاردو، تمريرة قوية أكثر من اللازم. انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يمسك الحارس بالكرة. بوليفيا لديه جودة كبيرة في التمرير. لمسة على اليسار، يلعبها في المساحة، موجود هنا لقطع الكرة. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. جالاردو يحاول لعب الكرة إلى الأمام. فيغا في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. فيغا
مرور جميل هنا، تحرك بقوة هائلة، ضغط كان عليه قوي جدا. يلعبون ركلية قصيرة، يا لعيب كرة جميلة هنا. وتلعب عرض كرة رأسية، واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. كرة طولية مباشرة للأمام، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يشتتها بعيدا. سانشيز الآن إمكانية المرتدة، يبحث عن المهاجم رودريغيز. كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع. مارسيلو مورينو بمبدأ الأمان يعود بالكرة. فيغا، المكسيك قريبين من حسم الفوز في المباراة. مونتيز، مورينو يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. مونتيز، جالاردو، فيغا، جالاردو، فيغا، هيريرا. المكسيك ينقل الكرة بشكل سريع ورائع، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة خرجت إلى رمية جانبية، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. ألفاريز، الله على هذه المهارة، مرور غير عادي، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. ألفاريز، فيغا، تدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. والآن فرصة للتحول الهجوم، الضغط يولد الأخطاء دائما. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. رودريغيز يفضل العودة بالكرة، يحاول لعب الكرة إلى الأمام، عدت الكرة ورمي التماس. رودريغيز،
كرة طولية إلى الأمام. سانشيز يحاول الحفاظ على الاستحواذ وإهدار الدقائق المتبقية. مورينو، هيريرا، كرة عرضية الجانب الآخر من الملعب. كرة عدت ورمية تباس. سانشيز، رودريغيز، بدون مخاطرة يعود بالكرة. هيريرا يلعب كرة على اليسار. كرة تعدي الخط ورمية تماس. وينس موري يتسبب في احتساب المخالفة. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. رودريغيز، مونتيز، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يعيدها إلى الحارس. كرة طولية إلى الأمام. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. مورينو، هيريرا، جالاردو، وصلت مارسيلو مورينو.